حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح، صلاح يواصل مطاردته لحسام حسن في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، هدف محمد صلاح في مرمى موريتانيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا. واختتم حسام حسن حديثه: لا بد من تواجد الجمهور في المباريات المقبلة لمنتخب مصر وعدم الانشغال ببعض الأمور الأخرى الخاصة بالأندية. ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح؟ في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب الفراعنة عند الدقيقة 79 من زمن المباراة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليرفع رصيده إلى 58 هدفاً على الصعيد الدولي. وعقب المباراة قال مدرب منتخب مصر حسام حسن لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي: صلاح لاعب ذكي جداً، وقبل جلوسي وحديثي معه قد زعم البعض بوجود خلاف بيننا، صلاح يعتبر مثل أخي الصغير أو ابني. وعن مقارنته بصلاح من قبل بعض الجماهير قال: من الخطأ هذه المقارنة، لم تسبق وأن حدثت مقارنة بين مدير فني ولاعب، المدرب كالمدرس لا ينفع المقارنة به، صلاح مرتاح نفسياً، لم أسبق وأن شاهدته وهو يتحدث مع اللاعبين ويعمل على تحفيزهم ويشجعهم كما يعمل الآن حتى خلف الكواليس في المعسكر والتدريبات. وأوضح المدرب البالغ من العمر 58 عاماً: هناك تنسيق بيني وبين صلاح والمدير الإداري حول حاجات الفريق وبعض الأمور التنظيمية الأخرى، صلاح وسيط بيننا وبين اللاعبين. وتابع: أشعر أنه مرتاح، عندما يكون مرتاحاً مع نادي ليفربول حينها يكون أفضل مع المنتخب. أقول له ولكل اللاعبين: المباراة الدولية لها قيمة كبيرة في تاريخ كل لاعب، لذا اكترثوا لها. وأوجه التحية لصلاح وتريزيجيه والشناوي وغيرهم من اللاعبين. صلاح يواصل مطاردته لحسام حسن في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر. نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تعزيز تقدم منتخب مصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك منتخب موريتانيا خلال المباراة التي تقام حالياً على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 80 حيث استغل عرضية متقنة من زميله محمد حمدي ليضع الكرة في شباك موريتانيا بسهولة. يذكر أن الهدف الأول لمنتخب الفراعنة جاء عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 69 بتسديدة قوية بعد استغلاله كرة عرضية من زيزو لتسكن الكرة الشباك. بهذا الهدف يعزز محمد صلاح رقمه القياسي ليصل إلى 20 هدفاً كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على مر التاريخ. ويستمر صلاح في مطاردة حسام حسن على صدارة قائمة هدافي منتخب مصر التاريخيين، حيث يتصدر حسن القائمة برصيد 68 هدفاً، بينما يملك نجم ليفربول محمد صلاح 59 هدفاً حتى الآن. ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي التي ستقام على ملعب سيلهرست بارك، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار وتعزيز صدارته في جدول ترتيب البريمير ليج. وخاض صلاح 14 مباراة أمام كريستال بالاس كانت جميعها ببطولة الدوري الإنجليزي، وتمكن رفقة فريقي ليفربول وتشيلسي سابقاً من تحقيق الانتصار في 10 مباريات والتعادل في 2 والهزيمة بمثلهم. ولعب صلاح مباراتين فقط أمام كريستال بالاس بقميص تشيلسي وشارك فيهما كبديل مقابل 12 مباراة رفقة فريقه الحالي ليفربول، وتمكن مو من هز شباك الفريق اللندني ب14 هدفاً إضافة لصناعة 5 أخرى بإجمالي 19 مساهمة تهديفية. أولى أهداف صلاح أمام كريستال بالاس جاء في مباراة الجولة 32 خارج الديار في موسم 2017 إلى 2818 في انتصار ليفربول بهدفين مقابل هدف، حيث سجل اللاعب المصري هدفاً. وسبق لصلاح تسجيل هدفين في شباك كريستال بالاس في مناسبتين من قبل، أما آخر مباراة جمعت الفريقين فانتهت بانتصار الفريق اللندني بهدف نظيف في الجولة 33 من الموسم الماضي على ملعب أنفيلد.
تصريح أبو تريكوها على محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ليفربول يواصل عمله على ملف مستقبل النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق بعد تقارير رغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده للموسم المقبل. الصحيفة أفادت بأن الريدز استهدفه النجم الألماني كريم أديمي مهاجم نادي بوروسيا دورتموند لجعله خليفة صلاح في حال قرر الفرعون المصري الرحيل عن كتيبة أرني سلوت. مستقبل المهاجم يعتبر الملف الأهم للنادي هذا الموسم، ما زال لديه فان دايك وأرنولد يبحث لهم عن بدلاء. أيضاً ليفربول سيهتم جد آب الميركاتو الشتوي القادم لتعزيز جميع مراكز الفريق بعد فشله في جلب تعاقدات جديدة بالصيف الماضي. تصريح مدرب ليفربول على هدف محمد صلاح العالمي في مباراة ليفربول، كشفت تقارير صحفية عن تفاوض وكلاء المصري محمد صلاح جناح ليفربول مع أهلي جدة السعودي تمهيداً لضم قائد منتخب مصر الصيف المقبل. ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2025، ولم تتحرك إدارة ليفربول حتى الآن لتجديد عقد نجم الريدز بالرغم من البداية النارية له مع الفريق على المستوى المحلي والأوروبي. ووفقاً لما نشرته شبكة كوت أوف سايد، إن وكلاء صلاح نجم ليفربول فتحوا خط المفاوضات مع نادي سعودي جديد وهو أهلي جدة ومزاحمة النصر والاتحاد على خطف قائد الفراعنة في الوقت الذي يفضل فيه مو البقاء في أنفيلد. أضافت الصحيفة أن أهلي جدة لا يستهدف ضم محمد صلاح فقط، بل هناك نية لديهم في التعاقد مع مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك الذي ينتهي عقده أيضاً في يونيو 2025. كشف التقرير عن عرض أهلي جدة لضم محمد صلاح، حيث يستعد الفريق السعودي لتقديم عقد لمدة 3 سنوات لكل لاعب إذا كان هناك اتفاق تام بين جميع الأطراف. أنهت الشبكة تقريرها مؤكدة أن ناديي النصر واتحاد جدة أيضاً لا يزالا في الصورة لضم محمد صلاح بجانب باريس سان جيرمان. وسبق لصلاح وهازارد التزامل في فترة سابقة بتشيلسي، وقال هازارد عبر موقع سبورتس بايبل: هل كنت تعرفون أن محمد صلاح سيكون بذلك المستوى عندما كان بتشيلسي؟ لقد كان جيداً بالفعل، ولكن بذلك المستوى. وتابع: صلاح لعب ضدنا مع بازل في دوري الأبطال ورأيناه وأعجبنا به، وفي العام التالي تعاقد النادي معه وقلنا نعم علينا أن نتعاقد مع هذا الفتى، ولكن في كرة القدم تحدث مراحل هبوط وصعود، وفي النهاية ما قدمه مع ليفربول كان مذهلاً. وأضاف: من الأفضل أنت أم محمد صلاح، صلاح أفضل بفارق كبير. ولم يوفق صلاح في حجز مقعد أساسي مع تشيلسي ليرحل إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة ثم روما قبل أن يعود للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول ويتألق برفقته. واعتزل هازارد لعب كرة القدم بنهاية الموسم قبل الماضي بعد عدة سنوات مع ريال مدريد.